اليوتيوب. The set of irrational numbers. احنا خدنا set of numbers زمان، ولو نفتكر في جريد 1 كده كان في حاجة اسمها counting number، كان يقول لي عد على صوابعك، كنت ببتدي ب 1 2 3 4 وهكذا. بعد كده خدنا حاجة اسمها even number و odd number. even number كانت بتبتدي ب 0 2 4 6 وهكذا، والodd number كانت بتبتدي ب 1 3 5 7 9 وهكذا. دخلنا جريد 4 خدنا حاجة اسمها prime number. prime number دي اللي هي 2 factor بس، يعني كم ملتبلاي كم يديني 2، 1 ملتبلاي 2 بس، يبقى ده ينفع يكون برايم نمبر. 3 ينفع، 5 ينفع. طب 4 ما ينفعش ليه؟ عشان 1 ملتبلاي 4 و 2 ملتبلاي 2، فده ما ينفعش يكون برايم. 5 7 11 13 17 19 وهكذا. بعد كده خدنا حاجه اسمها ناتشرال نمبر. ناتشرال نمبر دي كانت بتبتدي بالزيرو 1 2 3 وانا ماشي كده، يعني زي الكاونتنج بس بحط فيها زيرو. الانتجر نمبر في جريد 6، انتجر دي كان بحط الزيرو في النص وامشي كده 1 2 3 وهكذا. والناحيه الثانيه نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وهكذا. بعد كده دخلت جريد 7 السنه اللي فاتت، خدت حاجه اسمها راشنال نمبر اللي هي كيو. راشنال نمبر دي اي نمبر ينفع احطه في شكل فراكشن، 1 اوفر 5 2 اوفر 7 نيجاتيف 3 اوفر 8. اهم حاجه ان الدينومينيتور ما ينفعش يكون بزيرو، هي دي الحاله الوحيده. لكن النوميريتور بزيرو عادي ما فيش مشكله، 0 اوفر 5 عادي. طب 4 مثلا ينفع يكون راشنال برضه، ليه؟ لان الدينومينيتور بتاعه ب 1 ماشي. طب ديسيمال نمبر ينفع برضه يكون فراكشن، ازاي؟ 15 اوفر 10. طب البرسنتج 14 percentage ينفع برضه تكون فراكشن، 14 اوفر 100 وهكذا. 14 اوفر 100. طيب السنه دي عندي حاجه اسمها الراشنال نمبر اللي هو مش راشنال نمبر. هو في نمبر ما ينفعش اكتبه في شكل فراكشن كده؟ قال لي في ثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه سكوير روت للفور مثلا اللي هي ب 2 صح؟ طب سكوير روت لل 5 بكام؟ مالهاش سكوير روت. لو عملتها على الكالكوليتر هيطلع ايه؟ ديسيمال نمبر كده 2.234562 9 هكذا. الحاجه اللي مالهاش سكوير روت دي بعتبرها ايه؟ الراشنال نمبر ماشي. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه الحاجه اللي مالهاش كيوب روت. كيوب روت ال 8 بكام؟ ب 2. طب كيوب روت لل 9 ملهاش كيوب روت في الهول نمبر، هيديني ديسيمال نمبر، اهي دي برضه تعتبر الراشنال نمبر ماشي. يبقى دول كده حاجتين. اخر حاجه اللي هي الباي. الباي دي اللي هي الريشيو بتوين ذا دايمتر اند سيركمفرنس اوف ذا سيركل، لو تفتكروها اللي هي 3.14 او 22 اوفر 7، دي برضه تعتبر الراشنال نمبر. طب ازاي؟ ما هي بشكل فراكشن اهي، واحنا لسه قايلين الراشنال اي حاجه تبقى بشكل فراكشن تنفع تكون راشنال. قال لي لا، ما هي دي قيمه تقريبيه ليها، ما هياش الايه؟ القيمه الفعليه. خلاص؟ فالتلات حاجات دول بس هم سيت اوف الراشنال نمبر. اي نمبر ملوش سكوير روت، اي نمبر ملوش كيوب روت، والباي. في حاجه مش مفهومه في سيت اوف الراشنال نمبر؟ لا ماشي. يبقى انا عندي ست كبيره كده ومقسومه نصين، النص ده كله راشنال نمبر اللي هو الكيو. الكيو دوت موجود فيه الزد اللي هو الانتجر، وموجود فيه الناتشرال، وموجود فيه الايفن والاود وكل حاجه. ده كيو بار. كيو بار ده اللي هو ايه؟ الراشنال نمبر، اي نمبر ماليش سكوير روت، يعني سكوير روت 3، سكوير روت 2، كيوب روت 4، كيوب روت 5 هكذا. تمام؟
تعال نشوف بعض الاكزامبل ممكن. اكزامبل 1 اول حاجه هاي تقول لي الروت اوف 0.49 هل ده يعتبر كيو راشنال ولا كيو داش او كيو بار؟ ده انت تحط على طول الميه وتستريح يا استاذ، تطلع عينك تحط تتحلى وتشغل النار. يبقى كيو داش. كيو داش ليه؟ انت حسبتها على الكالكوليتر ولا بدماغك؟ احسن من المستوى لا بدماغي. طيب لو انا احسب بدماغي ال 49 دي 0.49 اللي هي 49 اوفر 100 صح؟ سكور روت ل 49 ب 7 ايوه، السكور روت لل 100 ب 10 يبقى ليها سكور روت ولا لا؟ ليها اهو 7 اوفر 10 اللي هي 0.7 يبقى دي راشنال نمبر. طلعت معايا طلعت معاكي كام؟ طلعت معاكي كام؟ انا عملت 10 مش اوفر 100 يعني غلطه بسيطه كده. ماشي يبقى دي تعتبر راشنال نمبر ليه؟ لان ليها سكوير روت. ريكو هو اللي بيقول المدرسات يا هو اللي بعدها. ماري جاهزة؟ ميريت ماشي يا ميريت. كيوب روت نيجاتيف 0.064 هل دي ليها كيوب روت ولا ملهاش؟ ملهاش عشان بالنيجاتيف. ما الكيوب روت لو جواها نيجاتيف عادي صح؟ هتبقى 64 على 100. 1000 بقى لان الديسمال بوينت بعد 3 نمبر. تمام. نيجاتيف 64 ليها كيوب روت؟ ليها هتبقى نيجاتيف 4. ماشي وال 1000؟ ااا 10. اكسلنت. يعني هتبقى كيو ولا كيو بار؟ كيو لان ليها سكوير روت او ليها كيو بروت. ماشي طيب يوسف. تمام. سكوير روت 25 اوفر 49 5 اوفر 7 يبقى كيو ولا كيو بار؟ كيو. اكسلنت. هيا كيو بروت 25 اوفر 49 استفادوا ايه الوطنيين؟ 25 ليها كيوب روت ولا ملهاش؟ لا ملهاش. يبقى كيو ولا كيو بار؟ يبقى كيو بار. اكسلنت. ميريت سكوير روت 25 وكيوب روت 16. السكوير روت 25 هتساوي 5 والكيوب روت 16 هتساوي ما عرفتش كام. ملهاش صح؟ اه يبقى بيلونج تو كيوب ار. خلاص كده تمام. ماشي يبقى كده عرفنا الايراشنال نمبر دول هم ثلاث حاجات بس، اي نمبر ملوش سكوير روت، اي نمبر ملوش كيوب روت، والباي. ماشي تمام. طيب بيجي بعد كده يقول لي اف اكس بيلونج تو كيو بار فايند ذا سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولوينج ايكويشن x power 2 equal 5 عايز ال x يبقى كام؟ حلها معايا يوسف.
x power 2 equal 5. أنا عايز ال x. يوسف x power 2 equal 5 عايز ال x اعمل ايه في ال power 2 دي؟ تبقى 2.5 ايه؟ تبقى 2.5 ال x power 2 هتخلص من ال power 2 ازاي؟ ال inverse operation بتاع ال power اللي هو ال root ده باور 2 يبقى اجيب له سكوير روت اجيب هنا برضو سكوير روت ماشي دي هتروح مع دي يبقى الاكس عباره عن سكوير روت 5 اللي هي بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 5 لا ما تجريش ماشي في السكوير روت بحط بوزيتيف اور نيجاتيف برضو طيب هيا اكس باور 2 ايكوال 7 x power 3s ازاي اتخلص من الباور 3 دي اهي هيا مشغولة طيب ميريت x power 3 equal 7 ال x تبقى بكام؟ هعمل لها كيوب روت ممتازة صح وال7 برضو كيوب روت هتبقى x يساوي 2 لا بحطها زي ما هي كيوب روت 7 احنا قلنا ملهاش كيوب روت صح؟ ملهاش الكيوب روت 8 هو اللي 2 طيب الايكويشن اللي تمام. بعدها بقول له بقى السوليوشن سيت وبفتح براكت كده واقول له ايه كيوب روت 7 يوسف 2 over 5 x power 2 equal 4 over 25 اتخلص من مين الاول من الباور 2 ولا من ال 2 over 5 من الباور 2 لا الاول 2 over 5 لان الباور 2 دي على الاكس بس هعمل هنا divided 2 over 5 وهنا divided 2 over 5 ماشي ده هيروح مع ده يتبقى لي ال x power 2 4 over 25 divided by 2 over 5 هتبقى كام 2 over 5 2 over 5 عشان اتخلص من الباور 2 تطلع ايه حطهم في الروت سكور روت هنا وسكور روت هنا يبقى x equal positive or negative square root 2 over 5 يبقى solution set square root 2 over 5 and negative square root 2 over 5 ماشي كده طيب كده هيا جاهزة تحلي ولا جاهزة ماشي 64 x power 3 minus 2 equal negative 29 اتخلص من مين الاول 64 ولا negative 2
خلاص من النيجاتيف اهو. نيجاتيف 2 ده الناحية التانية بوزيتيف 2. يبقى 64 اكس 43 ايكوال نيجاتيف 29 بلس 2 اللي هي نيجاتيف 27. بعدين عايز اتخلص من 64 اعمل ديفايدد 64 صح؟ صح. هنا وهنا دي هتروح مع دي تبقى لي اكس 43 ايكوال نيجاتيف 27 اوفر 64. عايز اتخلص من الباور 3 اعمل ايه؟ عن كيوب روت. اكسلنت ممتاز. كيوب روت هنا وكيوب روت هنا. الباور 3 هيروح مع الكيوب روت يبقى لي اكس. والكيوب روت نيجاتيف 27 اوفر 64 يديني كام؟ نيجاتيف 27 اللي هي نيجاتيف 3 64 اللي هي كام؟ نيجاتيف 3 اوفر 4. ممتاز. يبقى السوليوشن سيت ايه؟ كيوب روت نيجاتيف 3 اوفر 4. لا مش كيوب روت، انا جبت الكيوب روت بتاعها نيجاتيف 27 اوفر 64 طلع نيجاتيف 3 اوفر 4. يبقى السوليوشن سيت ايه؟ يبقى نيجاتيف 3 اوفر 4. لا هو قال لي انه لازم يكون بيلونج تو مين؟ الراشنال نمبر. طب هل ده الراشنال نمبر؟ لا. يبقى فور. يبقى ملهاش حل في الراشنال نمبر لان طلع النمبر ليه كيوب روت عادي وطلع في شكل فراكشن. فدي اقول عليها ايه بار. ماشي؟ ماشي. رماس ازاي؟ رماس رماس انت جديده معانا؟ رماس رماس ماشي يلا يا مرت. اكس باور 2 ماينس 10 واكس باور 3 ماينس 4 دول ايكوال 0. فاكره دول كنت بعملهم ازاي؟ بعمل روت الاكس باور 2. هعمل روت اكس باور 2. لا وانا هقول الاثنين دول ملتبلاي بعض يديني 0 فانا هفرض يا اما ده اللي ب 0 يا اما ده اللي ب 0. ماشي؟ فهقول له ان x باور 2 ماينس 10 ده ايكوال 0. هودي الماينس 10 الناحيه الثانيه. صح؟ بوزيتيف 10 تبقى بلس 2. يبقى x باور 2 ايكوال يساوي 10. بعدين هتخلص من الباور 2 ازاي؟ هعمل روت سكوير روت هنا هتساوي x اكس يساوي تقريبا معرفش زي ما هي ما مالهاش سكوير روت فبص بار نيجاتيف سكوير روت 10. ماشي؟ طيب اروح للجزء الثاني اللي هو اكس باور 3 ماينس 4 هو اللي ايكوال 0. اودي الماينس 4 ده الناحيه الثانيه بوزيتيف 4. تمام. طيب اكس باور 3 ماله؟ ايكوال 0 بلس 4 اللي هو 4. بعدين كيوبيك روت ممتازه. الكيوبيك روت لل 4 مش هتنفع هسيبها زي ما هي تنفع. يبقى ده كيو بار وده كيو بار. يبقى اقول له السوليوشن سيت بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لل 10 اند كيوب روت لل 4. تمام. ماشي. في الاكزامبلز بتاعت الايكويشن دي في حاجه رخمه او حاجه مش واضحه؟
كده عرفنا بالظبط ايه هو الكيو والكيو بار. طيب merit complete using one of the symbol q or q bar. 3D q ولا q bar؟ q q. يوسف square root 3 q ولا q bar؟ 3 q q square root 3 q ازاي؟ ما ملهاش square root. يبقى كيو بار. ماشي. رماس معايا؟ رماس ولا لا؟ قول يا هيا. 9 كيو ولا كيو بار؟ كيو. ممتاز. ميريت سكوير روت 9 هتبقى كيو. كيو صح لان ليها سكوير روت. نيجاتيف 8 يا يوسف. كيو. كيو ممتاز. هيا كيو بروت اوف نيجاتيف 8. ايه؟ تقولي ايه يا هاي؟ كيو. كيو صح لان ليها كيو برود بنيجاتيف 2. 5 يا ميريت. هتبقى كيو. كيو. يوسف كيو برود 5. كيو باور. كيو باور صح لان ملهاش كيو بروت. طيب هيا 2x باور 3 ماينس 7 ايكوال 3. خلص من مين الاول؟ الى النيجاتيف 7 ولا الباور 3 ولا 2؟ النيجاتيف 7 صح؟ اه. بوزيتيف 7 يبقى 2x باور 3 ايكوال 3 بلس 7 ايكوال 10. بعدين اعمل divided 2 هنا وهنا صح يا هيا؟ ايوه. هيبقى لي هنا x power 3 و 10 divided 2 بكام؟ 5. بعدين اتخلص من الباور 3 ده ازاي؟ كيوبيك روت. كيوب روت برافو. هنا وهنا الباور 3 هيروح مع الكيوب روت يبقى لي اكس دي اللي انا عايزها. والكيوب روت بتاع 5 هتفضل زي ما هي ما اعرفش هي بكام. وهو قال لي انها بيلونج تو كيو بار يعني السوليوشن سيت بتاعتي كيوب روت اوف 5. اللي بعدها يا ميريت هاف اكس باور 2 ماينس 5 ايكوال 3. انقل مين الاول؟ هعمل x باور 2 هعملها كيوب x. بس اتخلص من اللي حواليها الاول لان الباور 2 على الاكس بس. يبقى لازم انقل النيجاتيف 5 دي الاول. صح؟ هتبقى بوزيتيف 5 هتبقى 8. يبقى هاف x باور 2 ايكوال 8. بعدين دي هاف اعمل هنا ديفايدد هاف عشان اشيلها. وهنا برضو divided half هتساوي x power 2 equal 4. لا 16.
8 divided half 16. ماشي؟ تمام. بعدين بعد تبقى كيوب روت كيوب روت لل 16 ولل x باور 2 هتبقى x يساوي 4 سكوير روت. ماشي؟ عشان ده باور 2 يبقى اجيب له سكوير روت. ده يروح مع ده يبقى لي x يساوي 4 بوزيتيف اور نيجاتيف 4. دايما الباور 2 بيبقى ليه 2 انسر بوزيتيف اور نيجاتيف. ماشي؟ تمام. طيب هنا السوليوشن ست يبقى كام وكام؟ فور او نيجاتيف فور. غلط. ليه؟ لان هو مش عايز الراشنال نمبر، هو عايز الكيو بار، وده ما طلعش كيو بار خلاص هقول له انها ايه؟ باي. ماشي كده؟ بس ليه انا ما فهمتش الحته دي؟ هو هو بيقول لي حل الايكويشن دي بس لازم السوليوشن ست تكون كيو بار تبع الكيو بار اللي هي الحاجه اللي مالهاش سكوير روت او كيوب روت او بار. ما طلعتش حاجه تبع الكيو بار دي، طلعت 4 بوزيتيف اور نيجاتيف 4. فهقول له ما طلعتش حاجه تبع الكيو بار، طلعت في ست ثانيه. مش انا قلت لكم الست اهي، هنا الكيو بار وهنا الكيو. الفور دي موجوده هنا والنيجاتيف 4 برضه موجوده هنا، لكن في الكيو بار مش موجوده. واقول له الحل ما طلعش تبع الكيو بار. اه تمام. شكرا. بس. يبقى خدنا في حصه النهارده خدنا الراشنال نمبر وعملنا ريفيجن على كل السيتس اللي قبل كده. كاونتنج والايفن والاود والانتجر والناتشرال والبرايم والراشنال نمبر، وقلنا كل النمبرز والسيتس اللي احنا خدناها زمان كانت تبع حاجه اسمها راشنال نمبر، كلهم موجودين جوه الراشنال نمبر. السيت بتاعت النهارده لوحدها الراشنال نمبر، وهم ثلاث حاجات بس كتير برضه. اي نمبر ملوش سكوير روت، اي نمبر ملوش كيوب روت، والباور. وحلينا عليهم بعض الايه؟ الايكويشن زي ما خدنا من شويه. الجزء الثاني في الدرس انا بقترح يعني ناجله لبكره، ازاي اجيب ابروكسيميت فاليو للاريشنال نمبر. يعني اي نعم سكوير روت 5 عملتها على الكالكوليتر يطلع لي 2.236892 كذا. لا انا مش عايز كل ده، انا عايز ابروكسيميت فاليو. ماشي؟ هنعرف ازاي بن ايه؟ بنقربها. وسكور روت 7 مثلا ما بين كام وكام راشنال نمبر؟ دي برضو ايه؟ عايز راشنال نمبر هنا وراشنال نمبر هنا، فبقول له الراشنال هنا سكور روت 4 وهنا سكور روت 9. ده ليه سكور روت اللي هو 2 وده ليه سكور روت اللي هو 3. يبقى السكور روت 7 دي ما بين ال 2 وال 3. ازاي اجيب الراشنال نمبر بتوين 2 راشنال نمبر؟ دي برضه هنعرفها في الجزء الثاني بتاع الدرس بكره ان شاء الله. واخر حاجه في الدرس ان انا اعملها اجيب ابروكسيميت فاليو بس على النمبر لاين. ماشي؟ يعني يبقى في جزئين في الدرس دوت هنقولهم مع بعض بكره ان شاء الله. ونرجع من الاسبوع الجاي نبتدي نعيد بقى ايه على المنهج من جديد. ماشي يا شباب؟ تمام. في حد كده محتاج حاجة النهاردة؟ لا. انت ما بتعملوش الهوم ورك ليه بقى؟ كل الجروبات التانية بتعمل ما عدا جروب ايه ده. في مشكلة في ان انتوا تعملوا الهوم ورك؟ مش عايزين هوم ورك؟ لا معلش بس كنت نسيت. هو كانت صفحة كام؟ كنت بعت لكم بيدج كده على الجروب، مش عارف وصلتكم ولا لا. طيب حاضر. ماشي؟ هبعت لكم النهارده ان شاء الله الهوم ورك الجديد على set of irrational number. ماشي؟ تمام. اتمنى يعني ان شاء الله تحلوه.
أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.